أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونتحدث هنا في هذا المقطع عن الجزء الثاني من منهج دراسة الحالة في الباب الخامس لطرق البحث في علوم الصحة. كتابة التقرير. هنا التقارير أو التقرير النهائي للدراسة اللي أنا تم إعدادها، تقرير الدراسة مهم جدا. دعونا نرى. تقرير دراسة الحالة في أغلب الأحيان عبارة عن قصة، عبارة عن سرد، قصة، سيناريو يتم تقديم من خلاله تفصيل سردي ومتماسك للأحداث، وتتابع وتماسك هذه الأحداث الواقعية التي جرى دراستها على الأفراد والمجتمع. فالتقرير له مسرح شبيه بالمسرح اللي بتصير عليه المسرحية، حتى وانت بتقرأ بتكون شايف كل الأفراد وكل الأدوار وكل اللي الذي يقال، يعني تتخيل الشيء وكأنه أمامك على المسرح. المسرح هذا يجري عليه شرح ويلعب الأدوار شخصيات هنا، وأحيانا يوجد حوار متتابع، زي مثلا لما بأجري أنا مقابلة شخصية، فلان قال وهذا جواب، فلان قال وهذا جواب، وتعليقك الشخصي عليه، يعني في سرد تسلسل سلس مرن سهل في التقرير. بصورة عامة تكون التقارير في دراسة الحالة وصفية، وصفية جدا، يعني لأبعد النقاط وأدق التفاصيل، وتتضمن توضيح الموقف النظري للباحث. يعني هنا النظرية اللي أنت افترضتها بدك تشرحها وتدافع عنها بإسهاب، كيف قادت هذه النظريات، كيف قادت البحث، كيف قادت أسئلته، يعني أسئلة البحث اللي أنت حطيتها والنظريات والفرضيات كيف تم إثباتها، كيف تم العمل التعامل معها، خلفيات المبحوثين اللي هي الهيستوري اللي احنا حكينا عنه، عملية جمع البيانات شو هي، ايش الأدوات اللي استخدمتها، وآلية الحصول على هاي المعلومات اللي انت قاعد بتتكلم عنها في دراستك، شو استخدمت، هل استخدمت استبيان، هل استخدمت مقابلات، هل استخدمت فورم إلكتروني، هل استخدمت اتصال بالمكالمات، هل استخدمت مجموعات بؤرية فوكس جروب، هل استخدم، شو هي الأطر اللي انت جمعت فيها البيانات، بعدين شو هي آلية الربط بين البيانات واللي استنتجت، يعني التحليل الإحصائي لما بيصدر عن ايش بالضبط كان يتحدث، هل في علاقة بين النتيجة والسؤال اللي انا او الفرضية اللي انا افترضتها في البحث او الدراسة التي تم التوصل اليها. نقاط القوة ونقاط الضعف في دراسة الحالة. نقاط قوة وضعف دراسة الحالة هنا مهمة جدا، قديش ان دراسة الحالة قوية، وفي كذلك نقاط ضعف في دراسة الحالة. نقاط القوة هنا انه دراسة الحالة تعتبر من الدراسات التي لها مرونة، لها المرونة هنا، دراسة الحالة تتميز بمرونة ظاهرة عند مقارنة دراسة الحالة بمقارنات أخرى مع وسائل جمع المعلومات الأخرى. ليش؟ لأنه دراسة الحالة بتركز على الاستكشاف للحقيقة زي ما احنا حكينا، أكثر من أنه أنا هنا بدي أدور على الإدراك والتنبؤ. يعني أنا ما بتوقع في دراسة الحالة شيء، أنا بستكشف فقط. في دراسات أخرى ممكن تعطيك إيش ممكن يجي بعد كده، اللي هي الدراسات الاستنتاجية. الباحث هنا في دراسة الحالة يتمتع بحرية نسبية لاكتشاف القضايا كما تبدو في الواقع، فقط يوصفها كما تبدو في الواقع. إضافة إلى ذلك مرونة تصميم، المرونة هنا مرونة تصميم دراسة الحالة بتتيح للباحث حرية كبيرة في طرح أسئلة البحث وتوسيع مداها إلى ما لا نهاية، ممكن إيش تمتد معك لأجزاء أخرى. من نقاط القوة أيضا، نقاط القوة التأكيد على السياق. كيف يعني؟ دراسة الحالة تركز على موضوع واحد وسرد وفهم وبحث موضوع واحد فقط. تخصصت دراسة الحالة هنا في البيانات العميقة والوصف المكثف المبني على سياق محدد، مما يضفي
على استنتاجات ونتائج البحث وجها أكثر إنسانية. يعني أنت بتوصف حقيقة مجتمع، حقيقة سلوك، حقيقة ظاهرة موجودة في المجتمع غائبة عن الناس، فأنت بتوصفها بدقة، وهذا اللي بديها البعد الإنساني، الوجه الإنساني الأكثر رغبة في القراءة والاطلاع من الآخرين. نقاط الضعف هنا اللي هي تتمثل بالذاتية المتأصلة والناتج عن التفسير الذاتي للبيانات. يعني أنت بتستخدم رأيك الشخصي أحيانا، بتقول من خبرتك أو من ضمن علمك أو خبرتك العلمية الشخصية في تخصصك، مثلا هنا كإدارة صحية بتوصف من تفسيرك الذاتي، يعني ما بتستخدم تفاسير أخرى من وجهة نظر مثلا ناس أخصائيين في مجالات أخرى، أنت بتعتمد على تفسيرك الذاتي، وهذا نقطة ضعف. النتائج لا يمكن تعميمها، يعني أنا ما بقدر أنا أعمم نتائج دراسة بحثية، دراسة حالة، والمصداقية تبعتها يصعب اختبارها. ليش؟ لأنها آراء شخصية، آراء ناس فئة محددة، ولا تمثل آراء الناس عامة. يعني الناس بتختلف في الآراء، بتختلف. ممكن يقول لك أنت البحث اللي عامله في المنطقة الفلانية في المنطقة الجغرافية كذا لمجموعة الأفراد الفلانية كذا، بتختلف وجهات النظر هاي عن المجموعات الأخرى في بلدان تانية في مجتمعات أخرى في نفس الظروف، فالنتائج مش هتكون ذات مصداقية ولا يمكن تعميمها، ونادرا ما تقدم دراسة الحالة مقترحات لحل هاي المشاكل. أنت بتوصف فقط، ما بتقدم مقترح للحل. الدراسات تبعت الحالة، دراسة الحالة تكلفتها عالية، يعني شوف أنت بدك تزور أفراد المجتمع وتطبع ورق وتعمل مقابلات وتتصل، ويكون في وسائل كثيرة لجمع البيانات، فتكلفتها عالية. هناك اعتبارات أخلاقية أيضا متعلقة بخلفيات الباحثين، يعني تمويل الدراسات وعدم الالتزام بتصميم الدراسة، جمع البيانات خارج نطاق اهتمام الدراسة. الاعتبارات الأخلاقية هنا في البحث، يعني هنا ممكن انك تزور، ممكن انك انت ما تقولش الحقيقة، مش تزور يعني عمدا، لا، ان يكون الشيء مش ذات مصدر موثوق فيه، او جمع البيانات يكون خارج نطاق اهتمام الدراسة، وهذه الاعتبارات الاخلاقية بتكون. كتير من الباحثين بييأسوا في جمع المعلومة، فبروح بياخد عشوائي من خارج العينة الدراسية اللي أخذها، وبصير إيش في تضارب هنا في البيانات، والنتائج ما بتكون إيش دقيقة. المنهج التجريبي، هناك بعض من المناهج، الجزء الثاني من الأول منهج دراسة الحالة. هنا المنهج التجريبي، التصميم التجريبي الحقيقي، ويتميز باستخدام المجموعات المحددة عشوائيا. تمام، التصميم اللي شبه تجريبي يتميز بتعدد المجموعات او تعدد مرات القياس دون التحديد العشوائي للمجموعة. والتصميم الغير تجريبي لا يستخدم مجموعات او قياس. تعال نشوف المنهج التدريبي زي دراسة الحالة، له اجزاء وله افراد. التصميم التجريبي اللي هو الترايل، نقول عنه احنا ترايل ستادي، أكثر أنواع التصميم صرامة ودقة. تمام، وإذا أمكن تنفيذ التصميم التجريبي بدقة، وهذا مش بالأمر السهل، التجربة بتكون هي إيش التصميم الأفضل بالنسبة لمسألة الصدق الداخلي اللي كان في عنا شك قبل شوية فيه في دراسة الحالة. ليش؟ لأن الصدق الداخلي هو المركز الأول أو المركز الرئيسي بالنسبة لأدلة السبب والنتيجة. يعني أنا عشان أعرف شيء ذات مصداقية أو له مصداقية، ممكن أنا أستخدم التصميم التجريبي هان لترايل هذا حتى أوصل لقلب الحقيقة أو الصدق الداخلي المركز الأساسي له للدلالة على السبب والدلالة على النتائج. المنهج التجريبي يعني مثلا إذا كنت ترغب في دراسة معينة، أما إذا كان في برنامج مجتمعي أو علاجي معين، هنا تحدث بعض النتائج والآثار. مثلا تكون مهتم أنت كباحث بالحصول على صدق داخلي عالي،
مثلا انت الفرضية اللي انت حطيتها او السؤال في المنهج التجريبي بتقول مثلا اذا كان اكس اذا في واي، يعني اذا وجد الاكس يوجد الواي. بمعنى اخر اذا نفذت انا البرنامج بتحدث النتيجة، يعني لا يمكن انا اعمل شيء وما يكونش له نتيجة، هي المقصود هنا. اذا في موجب وسالب، لكن هذا ليس كافيا. ليش؟ لأنه ممكن يكون هناك أسباب أخرى غير البرنامج اللي أحدثت النتيجة أو الأثر، يعني مش بس تطبيق البرنامج الغذائي مثلا زي برنامج الرجيم أو زي برنامج العلاج المعين على فئة مرضية معينة. في عدة شغلات، يعني مزيج من المعطيات الأخرى ممكن هي اللي أعطت النتائج مش البرنامج. عشان إيش؟ العلاقة السببية بدي أوضحها. يجب أن ندرس فرضيتين هنا في آن واحد في وقت واحد. الفرضية الأولى كنت أقول توي إذا كان X إذا Y، لكن إذا لم يكن X هنا لن تكون Y، أو بمعنى آخر إذا نفذت أن البرنامج بتحدث النتيجة زي الفرضية الأولى. لكن الفرضية الثانية بتقول وإذا لم يتم تنفيذ البرنامج لن تحدث هذه النتيجة، يعني إذا أنا ما أكلتش كذا كبرنامج غذائي مثلا، إذا وجد الملح أو زيادة الملح في الطعام بتزيد الضغط، تمام، هذه فرضية. ولكن إذا اختفى الملح من الطعام لازم يختفي الضغط، لأنه في أسباب أخرى لضغط الدم مش بس وجود الملح على سبيل المثال. إذا استطعت تقديم دليل على الفرضيتين اللي اقترحناهم قبل شوي، تكون قد انت كباحث تمكنت من عزل البرنامج اللي انت تم تطبيقه هنا كفرضية اولى عن اي اثر اخر من المحتمل انه يكون سبب في النتيجة او شعرك في احداث النتيجة غير البرنامج. وتكون قد اوضحت انك انت كباحث انه في حالة وجود البرنامج يوجد نتيجة، وفي حالة غيابه لا توجد هذه النتيجة، وهذا دليل على الفعالية السببية الأساسية لصلب البرنامج ومدى فعاليته في التطبيق والأثر، تمام؟ علينا أن نفكر في كل هذا على أنه إيش مفصل طرقنا في البحث في المنهج التجريبي. إذا قمنا في أحد المسارات أو السلوكيات بتنفيذ برنامج وملاحظة نتائج، في المسار الآخر ما بننفذ برنامج ومش حتصير هناك نتائج. ليش؟ لأنه ما فيش برنامج. فهذه العلاقات اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ويكون السؤال كيف يمكن لنا أن نأخذ مساري الطريق التنين هذول، ما أنفذ برنامج وما أنفذش برنامج، كيف أخذهم في آن واحد؟ كيف يمكن أن نكون في مكانين في نفس الوقت؟ كيف أنا ممكن أكون متواجد في مكانين، فرض أنه البرنامج موجود وفرض البرنامج مش موجود في وقت واحد؟ هذا مشكلة. كيف؟ لكن إلها حلول. ما نريده هنا هو توفير الظروف نفسها، نفس الناس، نفس المجموعة السكانية، نفس الإطار الزمن وما إلى ذلك، ثم نرى أثر البرنامج في حالتي تنفيذ البرنامج وحالة عدم تنفيذ البرنامج. في البديهة هنا افتراضا لا يمكن تحقيق هذا الوضع، يعني أنا ما بقدر أفترض هذا الشيء بتاتا. فإذا نفذنا البرنامج في مجموعة من الناس لا يمكننا في نفس الوقت أن نكون في وضع أننا لا ننفذه، يعني هنا مستحيل أن أنا أعيش الوهم. خلاص أنا طبقت البرنامج، إذا في نفس الوقت ما بقدرش أقول ما طبقتش، لا، هنا في تطبيق صار. كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ فكروا معي. ربما نحتاج إلى التفكير في مشكلة هاي اللي حتواجهنا بطريقة مختلفة. ماذا لو تمكننا من إيجاد مجموعتين متشابهتين مثلا، أو إطارين متشابهين إلى أقصى درجة، يعني اللي بدي أعمل عليه البرنامج أو أطبق عليه الفرضية بدي زيه دوبليكيت بالضبط في نفس الظروف، نفس المجتمع، نفس الأفراد، نفس تقريبا الوصف، اللي ما قدرش اللي بديش أطبق عليه البرنامج ويعطيني نتائج مختلفة. إذا وثقنا أن الموقفين هنا يمكن أنه أنا أكون أقارنهم مع بعضهم،
وشبيهين زي ما احنا الى اقصى درجة زي ما شبهنا قبل شوي. يمكننا تنفيذ البرنامج في احدهم احد الفريقين ونقوم بملاحظة النتائج ولا ننفذه في الطرف الاخر. في هذه الحالة لن ننتظر نتيجة طبعا، وبهذا يمكننا اخذ المسارين في ان ان واحد بشرط ان المجموعتين يكونوا متشابهات. هذا هو بالضبط ما يسعى المنهج التجريبي او البحث التجريبي الترايل هنا الى تحقيقه. زي ما بيقولوا مثلا اثر العلاج الفلاني على كذا، بروحوا بيجيبوا فئران التجارب وبياخذوا الفارين، فار بيحطوا عليه التطبيق وفار ما بيحطوش عليه التطبيق وبيشوفوا النتيجة. أكثر أنواع التجارب ببساطة اللي هي إيجاد المجموعات المتساوية اللي احنا بندور عليها، المجموعة الأولى اللي هي مجموعة التجربة وبننفذ فيها البرنامج، والمجموعة الثانية تعرف بمجموعة المقارنة أو المجموعة الضابطة ولا ينفذ فيها البرنامج ولا ينفذ هنا البرنامج عليها، اللي هي احنا بنسميه الكنترول والسامبل. السامبل اللي هو اللي بننفذ عليه البرنامج، الكنترول على الطرف الثاني اللي هو المجموعة الضابطة أو المقارنة. المجموعتين هنا بيتم تعاملهم أو التعامل معهم معاملة واحدة بالضبط من كل الجوانب. فهما المجموعتين يعني يتكونان من نفس الناس، نفس الفئة، نفس الهدف، بنفس الظروف المعيشية، متشابهة إلى أبعد الحدود في الخلفيات والسلوكيات. إذا لاحظنا اختلاف في النتائج عندما نقارن بين نتائج المجموعتين بعد الدراسة، بيكون سبب هذا الاختلاف هو الاختلاف الأوحد بين المجموعتين، وهو إيش؟ أن إحدى المجموعتين قد نفذ فيها البرنامج اللي هو المعالج اللي أنا بدي أطبقه ولم ينفذ في الأخرى، عشان هيك جاب نتيجة هنا وما جابش نتيجة أو ما ظهرتش الأثار على المجموعة الثانية، وبالتالي بيكون إيش البرنامج هو اللي عمل الاختلاف. الطريقة هنا المتبعة في البحوث التجريبية هي تقسيم الناس إلى المجموعتين هدول مجموعتين عشوائي، حتى تكون إحداهما هي المجموعة التجريبية والأخرى المجموعة الضابطة. يعني بختار أنا فئة معينة من 50 شخص بقسمهم عشوائي لنصين، 25 و25، ناس بدي أطبق عليهم البرنامج اللي هم 25، والناس التانيين اللي أنا فصلتهم عشوائي بديش أطبق عليهم البرنامج. مفتاح نجاح هاي التجربة هو العشوائية، يعني بديش أنا تكون الفئة مقصودة، لا، العشوائي أفضل. وحتى عندما نتبع ذلك التحديد العشوائي للمجموعات، ممكن أنه إيش ما تتوقعش أنه المجموعات تكون متساوية أو متشابهة 100%، يعني تيبيكال زي ما بيقولوا، لا، إلا يكون في اختلافات بسيطة على الآخر يعني، وممكن يكون مش ذات تأثير عالي. ودير بالك هاي خطيرة جدا، التشابه، عدم التشابه تماما حيعطيني كارثة في النتائج. فأنت بدك تسعى أنه يكون متساوية أو متشابهة إلى أبعد حد. هنا نعتمد على الاحتمالات ونقول أن المجموعات المتساوية في إطار معروف من الاحتمال، يعني عشان هيك إحنا في الدراسات بنقول لنسبة 95% اللي هو معيار الصدق، اللي هو السلبي في 5% اللي هي ألفا تساوي 0.5 اللي دائما إحنا اللي هي معيار المصداقية في التجارب. يعني لغاية 95% 96% معاك مصداقية بكون أفضل. إذا استطعنا اختيار وتحديد المجموعتين بدرجة التشابه بالنظام العشوائي والتساوي المطلوب، يمكن أن نعتبر أن التجربة ذات مصداقية داخلية عالية، وهنا المصداقية اللي تكلمنا عنها، ويكون بإمكاننا تقييم أثر هذا البرنامج التطبيقي اللي طبقناه من حيث النتائج اللي أصدرها البرنامج وتطبيق البرنامج وأحدثها تطبيق البرنامج. مهددات التصميم التجريبي، في يعني ممكن آثار خارجية تهدد النتائج هنا أو تخرب النتائج. هناك العديد من المخاطر التي تهدد تصميم التجارب وتصميم البحوث التجريبية هذه بالذات، المختبرات والتحاليل والأدوية والفاكسينات والأمور زي هذه.
مثلا عدم توفر العدد الكافي من العينة. يعني أنا بدي عشان أنا أكون التست ذات مصداقية لازم أطبقه على مثلا 100 شخص، طب ما عنديش 100، إيش أعمل؟ ممكن أنا تصير عندي ظروف في التمويل، في سياسية اقتصادية، أمور يعني جانبية، ممكن إيش اضطرني أنسحب أثناء التجربة وما أكملش. ثلاثة، بعض أفراد فريق البحث قد يفضل إدخال بعض الناس لأسباب مختلفة ضمن المجموعة التجريبية أو العكس. يعني ممكن أنا إيش خلال البحث أروح مدخل ناس ومطلع ناس، هنا بصيرش، لازم إيش يضلوا الناس هم، ما ينفعش أجيب غيرهم في نص الطريق أو في نهاية الطريق أقول إيش غيرت ما هو زيه، لا بزبطش هنا. النقطة الجوهرية هنا إنه من الصعب بأي حدا هنا القيام بالتصميم التجريبي في الواقع الحقيقي إلا بشروط عالية الدقة وبدها تمويل مخيف، عشان هيك التجربة هنا تحدث في وضع مصطنع حيث نتمكن من تقييم العلاقة السببية بأعلى درجة من الصدق الداخلي. فبدك تتخيل أنت وضع مصطنع، مصطنع إن أنت تفترضه وتهيئ له الظروف المكان والأسباب والكيفية والآلية وتعمل تجربتك أو تعمل دراستك. التصميم التجريبي هو في نفسه موضوع بالغ التعقيد، كل ما تم عرضه هنا هو أبسط أنواع التصميم التجريبي، لكن في عديد من أنواع، هناك العديد من الأشكال والتصاميم والأنواع في هذا التصميم التجريبي، بتختلف باختلاف الهدف وبتختلف باختلاف المشكلة اللي أنا بدي أبحث فيها أو أعالجها أو أعمل عليها الدراسة اللي أنا بدي ألاقي لها حل. ويرى العديد من الباحثين والمختصين أن التصميم التجريبي لا يناسب إلا إيش نسبة ضئيلة من البحث الاجتماعي، يعني أمور بسيطة جدا بيقدر التصميم التجريبي يتدخل فيها في البحث الاجتماعي. يعني ممكن في البحث العلمي المختبرات يزبط أكثر، ولكن البحث الاجتماعي لا. التصميم النوع الثاني اللي هو التصميم شبه التجريبي، يعني قريب من التجريبي. التصميم شبه التجريبي يشبه التصميم التجريبي، لكن الاختلاف الأساسي بينهم هو إيش؟ غياب التوزيع العشوائي. يعني هناك اخترت العينات عشوائي زي ما أنا حكيت، لكن هنا شبه تجريبي بختار مش عشوائي. مقارنة بالبحث التجريبي، يعني هنا بنسميها العينة المقصودة، تمام؟ مقارنة بالبحث التجريبي يبدو البحث اللي شبه تجريبي أقل صرامة وأقل صدق، ولكن من الناحية الأخرى ممكن أنه أنواع التصميم شبه التجريبي أسهل وأكثر استخدام من التصميم التجريبي الصارم اللي أكثر صدق. هنا بكون إيش اللي شبه تجريبي أكثر استخدام وأسهل. فيما يلي نعرض 3 أنواع من الأبحاث الشبه تجريبية اللي أكثرها انتشار وأكثرها استخدام. تصميم المجموعات الغير متشابهة أو المتساوية، هذا النوع من أبسط صورة، أبسط يعني صورة ممكن أن يقتضي اختبار قبلي واختبار بعدي للمجموعة والتجريبية والمجموعة الضابطة. هنا تصميم المجموعات ممكن ايش اعمل اللي هو البوست تيست والبري تيست، يعني استبيان قبلي واستبيان بعدي او اختبار قبلي واختبار بعدي لهذه المجموعة التجريبية، وايضا اختبار قبلي واختبار بعدي للمجموعة الضابطة. هنا بيتم ايش تصميم التسلسل الزمني المتقطع. هذا النوع من التصميم بيستخدم مجموعة واحدة هي المجموعة التجريبية فقط. ليش؟ لانه هنا يتم اختبار المجموعة عدة مرات قبل تنفيذ البرنامج او المعالجة للمشكلة، ثم يتم اختبارها بعد ذلك مرات متساوية المرات الاولى. يعني انا مثلا جربت البرنامج 3 مرات قبل المعالجة، وبعد المعالجة لازم أطبقها 3 مرات كمان مرة، يعني بدي أشوف قبل وبعد كل تجربة إيش بيصير، العدد القبلي لازم يكون العدد البعدي متساوي.
تصميم التسلسل الزمني المتقطع المتعدد، هذا التوسع هذا توسيع يعني لنوع التصميم السابق، وبيشمل مجموعتين، واحدة تجريبية والأخرى الضابطة زي ما احنا حكينا. بيتم قياس المجموعتين قبل إنفاذ البرنامج أو المعالجة. بعد تنفيذ البرنامج أو المعالجة لا ينفذ في المجموعة الضابطة، وبيتم اختبار وقياس المجموعتين بعد إنفاذ البرنامج. يعني هنا انت ايش تسلسل الزمني متقطع، بنوسع نوع التصميم وبنخليه يشمل على مجموعتين، واحدة تجريبية وأخرى ضابطة، وبيتم قياس المجموعتين قبل إنفاذ البرنامج أو المعالجة المجتمعية. بعد هيك، بعد ما يتم تنفيذ البرنامج أو المعالجة هان في المجموعتين في المج... في في المجموعتين، لكن المجموعة التجريبية اللي صار عليها التست هنا ما بننفذ المجموعة الضابطة، يعني بننفذ في مجموعة وما بننفذش في مجموعة، تمام؟ وبعدين بنعمل الاختبار والقياس على المجموعتين بعد ما نخلص من المجموعة الأولى. فهنا بنكون طبقنا وهنا ما بنكون طبقنا، وبن هنا ايش بنقيس، فبنشوف هل في تطابق في النتائج ولا لا. البحث الغير تجريبي هنا في التصميم هو الأكثر تصاميم استخدام في البحوث الاجتماعية. ليش؟ عفوا، لأنها تعالج مجموعة من المتغيرات لا يمكن السيطرة عليها بواسطة الباحث. يعني هنا في مجموعة متغيرات في فئات المجتمع لا يمكن أنك تسيطر عليها ببساطة. عشان هيك الباحث يقوم بدراسة كل ما هو موجود طبيعي، ويوضح كيفية ارتباط هاي المتغيرات في هذا الواقع. يشمل هذا التصميم على خطوات. أول شيء بدي أحدد المشكلة تبعت البحث والفرضيات اللي بدي أرغب أنا في دراستها واختبارها. يجب اختيار المتغيرات المستخدمة في الدراسة. يجب علينا جمع بيانات، وهناك تحليل، وهناك تفسير، تمام؟ يعني بدي أحدد المشكلة والفرضية، وبعدين أختار المتغيرات اللي بدي أستخدمها في دراستي، وأروح لجمع البيانات. بعد ما أجمع البيانات أحلل البيانات، وبعد ما أحللها أفسرها، النتائج بتطلع عندي بدها تصير. أهداف البحث الغير تجريبي، أهدافه هو الوصف والتنبؤ والاستكشاف. في دراسة الحالة لا يوجد تنبؤ، لكن هنا يوجد تنبؤ.